السلام عليكم. صوت واضح يا جماعة؟ السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح والسكرين واضحة؟ طيب الصوت واضح والسكرين واضحة. أنا بسجل على فكرة المحاضرة دي، أنا إن شاء الله بتتسجل يعني، إن شاء الله يطلع الصوت كويس يعني. بسم الله، السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل المحاضرة، أو هندخل في المحاضرة رقم 3 في الكورس الأوبريتنج سيستم. إحنا لازلنا في الشابتر 1 في الكتاب اسمه أوبريتنج سيستم كونسبتس. طيب احنا هنكمل في ولا تشابتر، كنا اتكلمنا عن شوية حاجات كده في المقدمة. هنكمل في حاجة اسمها بروسيس مانجمنت. مش عارف، هي السكرين واضحة واضحة كلها يا جماعة؟ شايفين السكرين؟ شايفين السلايدز كلها كاملة؟ حد يكلمني؟ طيب حد من اللي سامعني يكلم. واضحة؟ واضحة يا دكتور. طيب تمام. هنتكلم في حاجة اسمها موضوع اسمه البروسيس مانجمنت. طبعا اللي هو الشابتر 1 بيتكلم عن مقدمة عن اوبريتنج سيستم عموما، فبيتكلم عن كل المواضيع تقريبا. بعد كده كل شابتر بيتكلم في حاجة متخصصة يعني، او في موضوع متخصص، انما شابتر 1 بياخد ايه، مقدمه عن كل حاجه. هنتكلم طبعا احنا بروسيس مانجمنت. كلمه بروسيس اتفقنا يعني ايه بروسيس. بروسيس طب بصوا يا جماعه، فيلو الفيديو يعني، ما حدش يطلع بصوته، كله يقفل الفيديو. تمام. بروسيس يعني احنا اتفقنا ايه الفرق بين البروسيس والبروجرام. البروسيس يعني البرنامج دخل الميموري. بروجرام يعني البرنامج ما دخلش الميموري. تمام. طبعا البروجرام بيسموه باسيف انتيتي. باسيف انتيتي لو ما دخلش الميموري، يعني هو لسه ما دخلش الميموري. اكتيف انتيتي لو دخل الميموري. دخل الميموري يعني خلاص بيتعمل له ران، فبيسموه اكتيف انتيتي. بيحتاج ايه البروجرام او البروسيس؟ تحتاج ايه ريسورسز عشان تشتغل؟ محتاجه بوث اللي هو البروسيسور، ومحتاجه الميموري، محتاجه الانبوت اوت ديفايسز، محتاجه الفايلز، محتاجه طبعا الداتا. تمام. اللي هتشتغل عليه في حاجه اسمها البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر، اي احنا اتفقنا ان اي برنامج او اي بروسيس، لا اي يا بروسيس ابني، عباره عن ثريدز. انا مش بتاعتي بس انا حاجه. يا جماعه اقفلوا، ما حدش اقفلوا المايكس، اقفلوا المايكات واقفلوا الفيديو، اسمعوني بس. ولو في اي حد عنده سؤال يتكلم عادي يعني، اللي يتكلم هو اللي عايز يسال بس. طيب في حاجه اسمها البروجرام كاونتر. والبروجرام كاونتر احنا اتفقنا ان اي بروسيس اللي هي برنامج شغال في الميموري عباره عن ثريدز. واحنا خدنا في المحاضره يعني ايه ثريد، وقلنا ثريد هي مجموعه انستراكشنز على بعض كده. الثريد عامله زي الفانكشن، فانكشن جواها مجموعه تعليمات، كل تعليمه او اسمها انستراكشن. كل انستراكشن، كل ثريد في حاجه اسمها بروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر ده بيقف على زي كده ايه، عداد يقف على انستراكشن يعني انت ينفذ الانستراكشن، وبعد كده يقف على الايه، يقف على الانستراكشن اللي تحتيه. مثلا احنا هنا لو عملنا بالقلم كده، لو انا عندي ده ثريد، والثريد اتفقنا كانها فانكشن، والثريد عباره عن مجموعه تعليمات او مجموعه انستراكشنز تحت بعض زي برنامج كده، عباره عن ايه، كل سطر بينفذ حاجه. فالبروجرام كاونتر زي مؤشر كده، زي مؤشر مثلا
بيقف على الايه؟ على السطر ده ينفذه، بعد ما يخلصه يقف على السطر اللي بعده، بعد ما يخلصه يقف على السطر اللي بعده. ده اسمه بايه؟ البروجرام كاونتر. تمام؟ البروجرام كاونتر بيبقى كل ثريد ليها بروجرام كاونتر واحد. تمام؟ طب لو انا عندي مالتي ثريد، ما هو في مالتي ثريد بروسيس، احنا اتفقنا ان البروسيس برضو عشان اذكركم، البروسيس عباره عن مجموعه ثريدز، كل ثريد بتنفذ مجموعه تعليمات. يبقى انا عندي البروسيس، البروسيس بتتقسم لثريدز، تمام، والثريدز بتتقسم لانستراكشنز او تعليمات. تمام؟ بروسيس وبعد كده ثريدز وبعد كده ايه؟ انستراكشنز. طيب في بيقول لك ان الحاجات دي بتتنفذ بطريقه كونكرنت، يعني حاجه اسمها كونكرنسي، بتتنفذ كونكرنتلي. يعني ايه كونكرنسي؟ كونكرنسي طبعا في التعليمات لما بتنفذ حاجه في مصطلح يقول لك سيكوينشالي. سيكوينشالي يعني بتنفذ واحد تعليمه تعليمه، او انستراكشن انستراكشن، واحد واحد. طيب لو قلنا سيمولتينسلي، او بتقول لك الحاجه دي بتشتغل سيمولتينيس، سيمولتينيس يعني كل مجموعه انستراكشن بيشتغلوا على على بروسيسور، كل مجموعه بتشتغل على بروسيسور، فبحيث ان هم يشتغلوا كلهم مع بعض. كونكرنتلي او كونكرنسي ده بيجمع ما بين السيكوينشالي والسيمولتينيس، يعني كل مجموعه بتشتغل مع بعض وبيحصل فيه شيرنج البروسيس لاكثر من مجموعه. تمام؟ طيب هندخل في موضوع تاني اللي هو بروسيس مانجمنت اكتيفيتيز. طبعا هو بيقول لك البروسيس مانجمنت، طبعا اداره البروسيس فيها شويه اكتيفيتيز او انشطه معينه بتعمل ايه عشان ادير البروسيس اللي بيحصل. انا بعمل كرييشن او ديلي، كرييتنج او ديليتنج لليوزر والتست بروسيسز، يعني اداره البروسيسز بتعمل ديليت اليوزرز، بتعمل ديليت البروسيس نفسها، بتوقف او بتريزيوم للبروسيس، يعني في بروسيس شغاله بوقفها او لفتره وبعد كده، او اعيد تشغيلها بعد فتره. في ميكانيزمز لحاجه اسمها السينكرونايزيشن. يعني ايه سينكرونايزيشن يا جماعه؟ سينكرونايزيشن يعني بتشتغل او تحرك جماعي، بتنفذ اكتر من مجموعه انستراكشنز في نفس الوقت، بروسيس سينكرونايزيشن. عكسها السينكرونايزيشن، السينكرونايزيشن ان كل حاجه بتشتغل لوحدها. يعني لو اشتغلوا يعني على سبيل المثال، انت لو رايح مشوار مجموعه مع بعض رايحين مع بعض مشوار، انتوا كده ماشيين سينكرونايزيشن. السينكرونايزيشن كل واحد رايح لوحده. تمام؟ فلو لو البروسيس، لو البروسيسز بتشتغل مع بعض في نفس التوقيت، ده بيسموه سينكرونايزيشن. السينكرونايزيشن ده كل واحد بتشتغل لوحدها. تمام؟ طبعا في ميكانيزمز، يعني ايه احنا بنتكلم على الاكتيفيتيز بتاعت البروسيس، احنا شغالين يا جماعه اللي لسه جاي البروسيس مانجمنت، اداره البروسيس، اداره العمليات. طبعا الاداره دي بتبروفايد، بتوفر ميكانيزمز للبروسيس كوميونيكيشن طبعا، وبتوفر ميكانيزمز. يعني يعني ايه بروسيس كوميونيكيشن؟ تواصل ما بين البروسيس، يعني في بروسيس بتكلم بروسيس. تمام؟ وبتوفر ميكانيزمز لحاجه عشان تعالج حاجه اسمها الديد لوك. الديد لوك دي مشكله، في شابتر كامل بيتعامل مع مع الديد لوك والسكادولينج والكلام ده. الديد لوك هي مشكله كبيره جدا في يعني، بس ليها حل طبعا في في الاوبريتنج سيستمز. ان بروسيس، يعني انا هنفترض لو نبسطها، لو انا عندي بروسيس في واحد، وعندي بروسيس في اثنين، وعندي بروسيس في ثلاثه. تمام؟ في ثلاثه. بروسيس بي واحد مثلا عايزه تشتغل على حاجه في الهاردوير مثلا، يعني عايزه جزء من الهاردوير، سواء كان بقى انبوت او ديفايس، سواء كان حاجه في الميموري، المهم حته في الميموري او حته في الهارد ديسك او حته في الانبوت او ديفايس، عايز تشتغل ريسورس معين، بي 1 محتاجه الريسورس دي تشتغل عليها. تمام؟ في نفس الوقت بي 2 محتاجه نفس الريسورس تشتغل عليها.
في نفس الوقت بي 3 محتاجه نفس الريسورس يشتغل عليها. كلهم عايزين يشتغلوا على هذا الريسورس في نفس الوقت، فهنا بيحصل حاجه اسمها ديد لوك. فكل واحد موقف الثاني، كل واحد مستني اما الثاني يشتغل، كل واحد مستني الثاني، وبالتالي الثلاثه واقفين. فمعالجه هذه المشكله بتوفرها البروسيس مانجمنت. دي من انشطه البروسيس مانجمنت. يبقى البروسيس مانجمنت بتكرييت وديليت اليوزرز والسيستم بروسيسز، بتوقف البروسيس وتعمل لها ريزيوم، بتشتغل السنكرونايزيشن، تعمل كونكتيفيتي ما بين او كونكشن ما بين البروسيس وبعضها، وبتتعالج موضوع الديد لوك. تمام؟ طيب. طيب. الميموري، هنتكلم عن حاجه هنا، موضوع تاني هو اللي هو ايه؟ هو الميموري مانجمنت. انا عايز بس اشيل ال عايز اخفي الجزء اللي فوق ده. هي السلايد كلها كامله يا شباب قدامكم، ما ظاهره؟ دكتور السلايد كلها ظهر. طيب تمام. مش عارف، انا عندي الجزء اللي فوق مش ظاهر قوي يعني. نيكست باك كلوز. مش فاهم. طيب ما تقول كده يا طيب احنا جينا خدنا الميموري مانجمنت، البروسيس مانجمنت والاكتيفيتيز بتاعتها. احنا النهارده احنا دلوقتي في الايه؟ في الميموري، في الميموري مانجمنت. انا عايز الجزء ده صح، انا عايز الجزء ده ينزل تحت. تمام كده كده، الدنيا واضحه برضه قدامك. طيب في الميموري مانجمنت يا شباب، احنا اتفقنا ان الميموري عشان اكسكيوت كل البروجرامز والانستراكشنز لازم ده كله ايه، يكون موجود في الميموري. يبقى اذا اداره الميموري من اهم مهامها ان هي بتنفذ، الايه، بروسيس يعني. تمام. وبتعمل حاجه اسمها سكادولينج، في شابتر كامل للسكادولينج، وبتعالج الديد لوك، الكلام ده كله يعني ايه؟ يعني لو قرينا الكلام ده، بتسكيوت البروجرامز all or part of the data is needs that is needed by the program must be in the memory. طبعا يعني بيقول لك ممكن الداتا اللي انت محتاجها كلها او جزء منها بتكون موجود في الميموري. بتعمل اوبتمايزنج سي بي يو يوتيلايزيشن، السي بي يو اللي هو البروسيسور. بتعمل اوبتمايزنج يعني ايه؟ يعني ايه اوبتمايزنج للسي بي يو يوتيلايزيشن؟ يعني بتعمل تعظيم يعني لكفاءة البروسيس، بحيث ان هو يشتغل مع في كل مع على كل بروسيس في نفس الوقت، اللي هو السي بي يو يعني البروسيسور في نفس الوقت، وما يحصلش بطء يعني. يعني يشتغل على بكامل طاقته بدون ما يحصل اي تأخير يعني. الميموري مانجمنت اكتيفيتيز، احنا قلنا ان هي في جزء من الميموري ممكن يكون شغال وجزء مش شغال، بتديسايد طبعا مين مين البروسيس اللي تشتغل ومين اللي تقف، ممكن مين يدخل الميموري ومين مين يطلع من الميموري. طبعا بتحجز مكان في الميموري لكل بروسيس، والكلام ده كله دي كلها من مهام الايه، الميموري مانجمنت. في موضوع اللي هو الاستورج مانجمنت. الاستورج مثلا استورج زي الهارد ديسك، زي الاس اس دي، زي اي ستورج ميديا يعني. في حاجه اسمها لوجيكالي، طبعا عندي حاجتين، عندي حاجه اسمها فيزيكال بروبريتيز ولوجيكال بروبريتيز للستورج دي. يعني ايه لوجيكال بروبريتيز؟ هو عمليه التنظيم بشكل لوجيكال. يعني ايه لوجيكالي؟ انا عندي الهارد ديسك ده مثلا، لما بقسمه مثلا سي والدي بسميه بقسمه درايف ايه ودرايف سي ودي، ده كله ده التقسيم ده بيسموه لوجيكال، لوجيكال ده تقسيم من نوع لوجيكال مش حقيقي يعني، مش فيزيكالي يعني. انا ما مسكتش الهارد وقسمته حلو،
الدنيا شغاله يا جماعه اسمعيني، راحت شويه ورجعت صح؟ طيب طيب يبقى اذا من ضمن التقسيمات اللوجيك اللي احنا اتكلمنا في الاستورج مانجمنت، انا عندي اداره فيزيكالي، تقسيم حقيقي بالهارد ديسك، تقسيم دوائر كهربائيه، وفي لوجيكالي تقسيم سوفت وير، يعني بنظم الهارد ديسك من جوه بطريقه ببرنامج، دكتور ان انا عايز اقسمه لسي واعمل بارتيشننج بقى عشان ايه دكتور بدكتور البارك اعمل مش شير سكرين يا دكتور. هي ما فيش شير موجود؟ لا لا معقوله؟ لا الشير مش موجود. طيب تمام دي اهو، هي اصل الدنيا راحت ورجعت تاني كده، الشير رجع. رجع تمام الشير. كده تمام طب تمام، فاحنا اتفقنا في الاستورج ما اداره الهارد ديسك عندي نوعين من الاداره، اداره فيزيكالي ان انا بقسم الهارد بطريقه فيزيكالي، او اقسمه لوجيكالي. لوجيكالي يعني برنامج يقسم، انما البرنامج ده مش بيقسمه يعني ما قطعوش حقيقي، انما قطعه قدامك بحيث اليوزر يشايف انه متقسم، ان هو ما تقسمش الدوائر اللي جوه الكهربيه ما تقسمتش، ولكن كلوجيكال فيو كشكل لوجيكال تشتغل عليه اتقسم، زي كانك مثلا بتعمل بارتيشن ايه بارتيشننج، زي لو اشتغلت بسوفت وير، طبعا الويندوز بيعمل بارتيشننج، وكنا زمان بنقسم بحاجه اسمها بارتيشن ماجيك، انها تقسمه لسي ودي وهكذا. تمام، انك تقسمه الفايلز ودايركتورز وسب دايركتورز، وديليت الفايلز وتموف الفايلز والكلام ده كله، دي كلها تقسيمات لوجيكالي، انما من جوه الحاجات دي ما تقسمتش من جوه على مستوى الهاردوير، انما تقسمت على مستوى الايه السوفت وير. طيب في حاجه اسمها ماس ستورج مانجمنت، اداره مساحات التخزين للداتا، اللي هي ماس ستورج يا جماعه للاستورج اللي بتتعالج لارج اماونتس اوف داتا، يعني ايه الداتا اللي هي حجمها كبير جدا، ازاي اعالج الداتا اللي هي حجمها كبير جدا، او اداره الداتا اللي حجمها كبير جدا ازاي بيتعامل معاها الاوبريتنج سيستم. تمام، الاوبريتنج سيستم طبعا بيعمل ايه للداتا دي، بيعمل لها فريز، بيفضي مساحات ليها، بيعمل لها ستورج الوكيشن، بيعمل لها يحجز لها مكان في الهارد ديسك، بيعمل حاجه اسمها ديسك سكادولينج او اي او سكادولينج، زي البروسيس سكادولينج برضو. يعني ايه سكادولينج يا جماعه؟ يعني جدول كده، المكان ده يتحط فيه الفايل البرنامج الفلاني، والمكان ده للبرنامج الفلاني، والبرنامج ده يشتغل قبل البرنامج ده وهكذا، ده بيسموه سكادولينج. تمام، طبعا في بعض الاستورج بتكون اسرع من استورج تانيه، خصوصا لو كانت زي الاوبتيكال ستورج، زي اليو اس بي والكلام، والماجنتيك تيب، عارفين انتوا الماجنتيك تيبز احنا قلنا اتكلمنا عنها، اللي هي بتبقى شغاله في البنوك، بتكون مساحتها ضخمه جدا، ولكن بتكون ايه يعني مش سريعه زي الاس اس دي والكلام ده كله. طبعا في الوارم، كلمه وارم دي مقصود بيها اللي هي زي السي دي روم كده، بيسموها الوارم ديفايسز، ريد اونلي، وطبعا دي منها ريد اونلي، ومنها ريد رايت سي دي رومز برضو. الاوبريتنج سيستم بيدير، احنا بنتكلم في المانجمنت، اداره يا جماعه، اداره الماس ستورج. يبقى اذا احنا اتكلمنا عن ايه، اداره البروسيس نفسها، واتفقنا ان اي برنامج عشان يبقى بروسيس لازم يدخل الميموري، وطبعا واتكلمنا عن بعض الخصائص اللي بتحصل، واتكلمنا عن الديفايس او على الستورج مانجمنت والماس ستورج مانجمنت. طبعا هنتكلم دلوقتي عن البرفورمانس او اداء بتكلم عن اداء كل ستورج. طبعا عندي كذا نوع من الستورج، عندي ريجسترز، اتكلمنا عن الريجسترز والكاش والمين ميموري والاس اس دي والماجنتيك ديسك، بسرعه كده نتكلم عنهم تاني. احنا اتفقنا ان انا عندي الريجسترز اسرع مكان للتخزين في الجهاز،
وده بيكون موجود في ريجسترز موجوده في الميموري، وريجسترز بيتعامل معاها السي بي يو، وفي الكاش ده بيكون موجود عند السي بي يو. وبرضه احنا اتفقنا الريجسترز دي مسؤوله عن تنفيذ الانستراكشنز. يعني لو قلت لك، عايز اذكركم بس في الكلام اللي قلناه في المحاضره عن الريجسترز، لو انا عايز اجمع ايه زائد بي، رقم ايه زائد بي هيساوي سي، تمام؟ اللي بيحصل ايه؟ ان الاي بتتخزن في ريجسترز، مثلا في ريجستر 1 مثلا، والبي بتتخزن في ريجستر 2، وعمليه الجمع بتحصل والناتج بتاعهم بيتخزن في ريجستر 3. يبقى اذا طيب عمليه الامر اللي بيدي، يعني الامر اللي بي اللي بي اللي بيتبعت البروسيسور عن الشغل، بيتحط في الامر نفسه بيكون موجود في ريجستر، تمام؟ يبقى ريجستر مسؤول عن الانستراكشنز وتنفيذ التعليمات وتنفيذ الاوبريشنز، وممكن اخزن داتا في الريجستر. يعني مثلا لو انا قلت A زائد B، دي بروسيس اهي، دي اوبريشن بتخزن في ريجستر A وريجستر واحد وريجستر اثنين. طب في مين الريجستر اللي يقول اجمع A زائد B؟ ده بيكون ريجستر ثاني. ريجستر تاني ده بيكون فيه، بيقول بيكون في الاوبريشن نفسها، بيقول لك اجمع A زائد B، تمام؟ فريجستر بيقول لك اعمل الاوبريشن اللي هي الاديشن دي، وريجستر بيتخزن في الاي، وريجستر بيتخزن في البي، والناتج بيتخزن في ريجستر 3، تمام؟ ده يبقى اذا الريجستر ممكن يعني اكتب فيه امر، يتحط فيه انستراكشن، يعني امر يعني انستراكشن، يعني اجمع اطرح اضرب، ده كله انستراكشنز يعني. وممكن يتحط فيه داتا زي النتيجه، نتيجه الجمع والطرح تتحط في ريجستر، ده كله بايه؟ في مهام الريجستر. طيب الكاش، ايه مهمه الكاش؟ الكاش احنا اتفقنا دي بتكون عند البروسيسور، وقلنا الكاش دي بالنسبه للبروسيسور، بروسيسور سرعته اعلى من سرعه الرام، فبالتالي محتاج وحده تخزين تجاري سرعته. فهو لو هو طبعا احنا اتفقنا ان البروسيسور بيتعامل مع الرام، ما بيتعاملش مع الهارد ديسك. طيب الرام اكتر منه، هو محتاج ينفذ تعليمات بسرعه، هو عنده كاش جواه، ياخد شويه من الرام، ياخد شويه من الرام ويحطها عنده في الكاش يشتغل عليها، ما لقاش حاجه في الكاش يروح ايه للرام تاني، تمام؟ ما لقاش في الـ في 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 الايه في الـ طبعا الريجسترز شغاله معاه برضه، يعني هو بيشتغل مع الريجسترز ومع الكاش في نفس الوقت، ما لقاش في الكاش وما لقاش في الريجسترز، بيروح لمين؟ للمين ميموري، تمام؟ طبعا الاس اس دي والهارد ديسك، احنا اتفقنا ايه الفرق ما بين الهارد ديسك، الاس اس دي والماجنتيك ديسك، قلنا الاس اس دي اسرع من الهارد ديسك. طبعا كسايز الريجستر بتكون كحجم اقل من كيلو بايت، يعني اقل، عارفين احنا البايت 8 بت، هو اقل من كيلو بايت يعني 1000، اقل من واحد، اقل من 1024 بايت. الكاش اقل من 16 ميجا بايت. وخلي بالكم يا جماعه لما اقول بي كابيتال يعني بايت، لو قلت بي سمول يبقى بت. والمين ميموري اقل من 64 جيجا بايت اللي هي المساحه بتاعتها، والاس اس دي اقل من 1 تيرا بايت، والماجنتيك تيب اقل، الماجنتيك ديسك اللي هو الهارد ديسك يعني اقل من 10 تيرا بايت. طبعا هو هنا بيقول لك ان التكنولوجي اللي بيشتغل او بيتعامل بيها ريجستر هي سي ام او اس. ايه سي ام او اس؟ سي ام او اس اختصار كلمة كومبلمنتري ميتال سايد سيمي كوندكتور. يعني ايه ال سي ام او اس؟ دي التكنولوجي اللي بيتصنع منها البروسيسور والديجيتال ديفايسز والميموري تشيبس. التكنولوجي دي بيسموها ايه؟ بيسموها سي ام او اس. فالريجسترز معموله بتكنولوجي سي ام او اس، الكاش معمول بتكنولوجي السي ام او اس، المين ميموري معموله بتكنولوجي السي ام او اس. طبعا الهارد ديسك او الاس اس دي فلاش ميموري مش معمول بالتكنولوجي دي، والماجنتيك ديسك من حجم ماجنتيك ديسك التكنولوجي معمول بيها كحاجات الكترونيه مش السي ام او اس. طبعا في الاكسس تايم سرعه، سرعه الريجسترز اسرع بكثير، يعني 25% لنص او السرعه بتاعتها. طبعا تستخدم بالنانو سكند، ان اس اللي هي النانو سكند، دي اقل من نص نانو سكند.
الكاش من نص الخمسه برضه 25، من نص ال 25 هنا، من ربع نص نانو سكند سرعه الريجسترز، الكاش من نص ال 25 نانو سكند، المين ميموري من 80 ل 250 نانو سكند، الاس اس دي من 25000 ل 50000 نانو سكند، الهارد ديسك حوالي 5 مليون ايه نانو سكند. الباندويتس يعني ايه باندويتس؟ وطبعا ده بيتقسم يا اما بالميجا بايت بير سكند او بالكيلو بايت بير سكند او التيرا بايت او الجيجا بايت بير سكند. المهم الباندويتس هو معدل، هو البيانات اللي بتتنقل في وقت، حجم البيانات اللي بتتنقل في تايم، يعني عدد احجام البيانات في تايم. او يعني مثلا لو قلت 1 ميجا بت 1 ميجا بايت بير سكند، يعني 1024 بايت يتنقلوا في الثانيه الواحده. لو قلنا 2 ميجا بايت بير سكند، يعني 2 ميجا بايت بيتنقلوا في ثانيه واحده. تمام. الريجسترز دي سرعته، دي الباند، ده باند الويتس طبعا، حجم الريجسترز زي ما اتفقنا، او الباند ويتس بتاعه بهذه من 20000 ل 100000، الكاش 5000 ل 10000، او لو بتقول ايه احنا بنقل الباند ويتس ايه، كل ما السايز بيكبر كل ما الايه طبعا السرعه، ما هو الباند ويتس هو يعني ايه السرعه، سرعه الريجسترز اعلى بكثير من سرعه الكاش، والكاش اعلى من المين ميموري، والمين ميموري اعلى من الهارد ديسك، من الاس اس دي، والاس اس دي اعلى من ايه الهارد ديسك، فطبيعي ان الباند ويتس بتاع الريجسترز يكون اعلى ولكن مساحته ايه اقل. طبعا مين بيمانج الريجسترز اللي هو الكومبايلر، الكاش بيمانج من اللي بيعملوا اداره بالهاردوير، المين ميموري اوبريتنج سيستم، اوبريتنج سيستم، اوبريتنج سيستم. طبعا برضه هنا بيقول لك باك باي كاش من ميموري ديسك 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 اور تيب. تمام. طيب ايه الفرق ما بين الاس رام والدي رام؟ عندنا نوعين من الميموري، الاس رام والدي رام، هي بتفرق في التكنولوجي، يعني حتى وانت بتشتري رام بيقول لك ان دي رام او دي اس رام. الاس رام يا جماعه مصنوعه من الترانزستور، يعني التكنولوجي اللي بتصنع منها الاس رام هي الترانزستور، الدي رام بيتصنع من الكاباسيتور. لو انتوا خدتوا في الفيزيكس او في الالكترونكس ايه الفرق بين الترانزستور وما بين الكاباسيتور، تكنولوجي كفيزياء، الترانزستور طبعا الداتا بتتخزن عباره عن بيتس جوه الترانزستور، الكاباسيتور بيحتاج يتعمل له دايما ريتشارج او ريفريش، يعني اعاده شحن، كل شويه لازم تعمل له اعاده شحن والا ايه هتروح. انما الترانزستور الداتا بتفضل فيه فتره اطول وما بيحتاجش اعاده. ده الفرق ما بين ايه التو تكنولوجيز. يا دكتور الصوت بيقطع جامد. بيقطع الصوت، هو المشكله هتلاقي في الانترنت مش كيبل يعني. طب هو انتوا سامعيني دلوقتي؟ طيب هو على العموم يا شباب المحاضره انا مسجلها، يعني انا وانا بتكلم انا بسجل، فتسجيل التسجيل بعد ما خلص ان شاء الله هبعت لكم الريكوردينج. يعني دلوقتي الدنيا واضحه ولا برضو بتقطع؟ لا لا كده احسن كتير. طيب احنا كده خلصنا البرفورمانس بتاع الاستورج، وقلنا مين يعني ايه برفورمانس الاداء، وعملنا مقارنه، عملنا مقارنه في السلايد اللي فاتت، عملنا مقارنه ما بين كل انواع الاستورج من حيث السرعه والحجم. طبعا هو طبعا زي ما انتم شايفين هنا في دي العيله بتاعت الاستورج عند الهارد ديسك. بص يا شباب احنا ايه هنقف هنا، سامعيني؟ هنقف هنا ونكمل في فيديو تاني، لان هو ايه في الزوم مش بيسمح بوقت كتير يعني. فهنخلص ده، هنخلي هنعتبر ده الجزء الاول من المحاضره، وهنقفل وهبعت لكم الرابط بالجزء الثاني. سامعني؟ تمام ماشي؟ تمام هنقفل عشان خلاص الرننج اوت اوف تايم. شكرا، ونلتقي ان شاء الله في الجزء الثاني. هبعت لكم برضو الرابط، الراجل مين اللي هو هبعت الراجل الطالب اللي انا ببعت ليه معانا، اسمك ايه عشان انا مش فاكر اسمك، اللي هو بيبعت الرابط ليكم، قاعد معانا ولا مشي؟ يوسف مش عارف موجود ولا لا. يوسف. يوسف موجود؟ طيب شوفوا ابعتوا لي حد منكم يبعت لي على الواتس
عشان ابعت له الرابط لو يوسف مش موجود. طيب شكرا يا شباب، السلام عليكم، نلتقي في الجزء الثاني حالا ان شاء الله.